السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نموذج لغوي اسمه نون، ده من مؤسسة نسيج. ده اوبن سورس، يعني تقدر تحمله وتقدر تشتغل بيه عادي عندك على الجهاز. هنا معلومات عنه، وكاتبين اهو ان هو فيه 7 مليار عامل متغير، عشان كده مسمينه نون 7 بي. فده يعتبر اكبر نموذج اللغة العربية مطروح حتى اليوم. اتدرب على 110 سجل بيانات باللغة العربية، فيها اكتر من 11 ملايين كلمة. تقدر انت من خلاله تسأله اي سؤال وهو يجاوبك عليه، او تقول له حل مسائل رياضية، اسئلة عميقة شوية تقدر ان انت تسألها له. فحاجة كويسة جدا، تقدر ان انت مثلا تديله تكست تقول له اكتب مقال، فيبدأ ان هو يكتب لك مقال في اي موضوع انت عايزه. طيب ممكن نقول له فايلز اند فيرجنز، وتبدأ تشوف الاصدارات الموجودة، وتقدر ان انت تحملها عندك على الجهاز. ده الترين بتاعه، اوتو ترين، تقدر ان انت تحمله وتفك الضغط وتبدا ان انت تشتغل. يعني باقل قدر من البرمجه يقدر يبقى عندك النموذج ده مسطب عندك على الجهاز. ممكن تضيف اي داتا او تعمل ملف من خلال ان انت تقول له كونتريبيوت، وتعمل ابلود للفايل او كريت نيو فايل. لو انت عايز بقى تقول له انا عايز احمله، فتقدر تيجي هنا وتبدا تحمل الملف من الـ3 نقط. هنا هتقول له كلون، فيبدأ يقول لك ان انت تكتب الصيغة ديت في البرمجة، وتقول له مثلا جيت كلون، فيبدأ ان هو يحمل لك الملف عندك على الجهاز. وساعتها تقدر ان انت يبقى عندك زي شات جي بي تي عربي على الجهاز عندك. طبعا شركة نسيج من الشركات القوية في البرمجيات. تمام، ده الموقع بتاعهم، وده المشروع اللي هم شغالين فيه نون واسك مي. خلينا نفتح. الواحد بيبقى فرحان لما فيش شركة عربية يعني تبدأ تعمل حاجات مهمة في البرمجة. تمام، هسيب لكم الرابط وتبدأوا بقى تتعرفوا على نون، النموذج اللغوي.